رح نروح لمحطتنا الختامية، ويمكن من أهم الأسئلة اللي دائما بنسأل عليها فرح، كيف الطقس اليوم؟ شو رح نعمل؟ طبعا هذا السؤال اللي صار له تقريبا هلا أكثر من 5 سنين أو 6 سنين عم بيحير الناس، لأنه التغير المناخي بشكل عام أثر بشكل كبير على خلينا نقول الوضع الطبيعي أو الاعتيادي اللي كنا بنعرفه، إن كان على الانقلاب الخريفي الشتوي أو الانقلاب الصيفي والربيعي. اليوم رح نحكي عن تغيرات المناخية، تأثيراتها. كثير عم نسمع عن اقتراب الشمس من الأرض، التأثيرات، العاصفة الشمسية المغناطيسية وغيرها من الأمور. كل هاي التفاصيل رح نسأل عليها وناخذ الأجوبة من الاختصاصي معنا بالاستوديو الأستاذ طارق خالد المعيوف، وهو اختصاصي بالمناخ والجغرافيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ، وأدعك. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية أستاذ. اليوم خلينا ندخل تغريب الموضوع، لأنه اليوم الناس شوي عم تستغرب أنت بدأت تجي الصيفية ليش لهلأ تأخرت، في حال تأخرت طبعا كل سنة بيكون نفس هذا الحديث ويمكن بنفس الوقت، بس خلينا اليوم بالبداية نعرف شو هو تعريف المناخ بشكل عام وشو هي التغييرات اللي طرأت عليه. أول شيء صباح الخير. نحن بدنا نعرف قبل المناخ بدنا نعرف الطقس. الطقس هو الـ الأمور مثل الحرارة، الرطوبة، الرياح، تسمى بارامترات الغلاف الجوي على مدى ساعات أو أيام أو أشهر. أما المناخ فهو المتوسط الطقس على مدى أعوام أو عقود. تغيرات المناخ اللي عم نحكي عنها ناتجة عن أفعال البشر قولا واحدا، هاي التأخيرات وزيادة معدلات الحرارة وهالأمور هاي ناتجة عن عبث البشر بالطبيعة. كيف؟ نحن عم نعبث بدورة ثاني أكسيد الكربون عن طريق الصناعة، عن طريق استخراج البترول. الغاز أكسيد الكربون هو بشكل طبيعي المفروض يتواجد بباطن الأرض، الأشجار كمان يعني لما يتواجد ثاني أكسيد الكربون بالجو، الأشجار بالحالة الطبيعية عم نحكي قبل التطور الصناعي للإنسان من 70 سنة لحد الآن، فوضعه الطبيعي يكون موجود بباطن الأرض على شكل البقايا الحية للأشجار والحيوانات، وبشكل بسيط بالغلاف الجوي ناتج عن تنفس البشر، عن الحيوانات، معالجة الفضلات والبقايا والأمور هاي بينتج عنها ثاني أكسيد الكربون. الأشجار بشكل عام أو الغطاء النباتي بيساعد على امتصاص هذا ثاني أكسيد الكربون من الجو وإرجاعه مرة أخرى عبر الدورة لما عم يستخدمه لعملية التركيب الضوئي، عم يرجعه بطريقة أو بأخرى لباطن الأرض. هاي بالحالة الطبيعية. مع تطور الإنسان، لما حكينا أنه الإنسان هو عم يدمر الطبيعة وهذا التوازن الطبيعي، عم يستخرج ثاني أكسيد الكربون الموجود بباطن الأرض عم يرجع يطلقه للهواء عبر الصناعة اللي بتستخدم حرق الوقود لإنتاج الطاقة. هي بالنسبة لمختلف الصناعات، بالمعامل دائما بكل معمل ومصنع في مدخنة عم تبث الغازات بالغلاف الجوي. بالإضافة عنا صناعة البترول كصناعة مستقلة عم تستخرج هذا الثاني أكسيد الكربون بشكله النفط والغاز والفحم، بالإضافة أنه هي صناعة البترول من الصناعات العملاقة التي تستخدم طاقة هائلة لاستخراج الطاقة التي ستستخدم على سطح الأرض عبر السيارات، القطارات وطائرات وغيره وغيره وغيره. وهي كل الأنشطة البشرية كلها عم تؤدي لانبعاثات عم نسميها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة بشكل عام. هلأ الكرة الأرضية هي عبارة عن بيت زجاجي عم تستقبل الطاقة الشمسية من الشمس عبر الأشعة، بينعكس قسم منها وقسم بتحتفظ فيه. طبعا هي الظاهرة اسمها الاحتباس الحراري، الحرارة المختزنة عم تختزن عبر بخار الماء وثاني أكسيد الكربون بنسبهم الطبيعية وأكسيد النيتروز والميتان، عم تحافظ على درجة حرارة سطح الكرة الأرضية مثل لما نحن بنلبس جاكيت أو بنلبس شيء بدفينا بالشتاء. ولولا هذا الموضوع لما كان في قابلية للحياة على سطح الأرض، كان نزلت درجة الحرارة 33 درجة وبالتالي عن الوضع الطبيعي. هاي بالحالة الطبيعية. أنشطة البشر زادت هذه الغازات الدفيئة مثل ما حكينا، بخار الماء وثاني أكسيد الكربون والنيتروز والميتان. طيب أستاذ طارق، حضرتك اختصاصي،
خلينا نقول جيولوجيا وجيوفيزيا، هي عم تحكي طبعا مصطلحات يمكن شوي نحن صعبه نقدر نفهمها ببساطه، خلينا نبسط الامور للناس، الناس كلياتها بتعرف انه الشائع ليش تغير المناخ؟ لانه عم بيقولوا عم بيدوب الثلج بالقطب الشمالي، وعم بيقولوا انه عم ترتفع حراره الارض ببعض المناطق، والمعامل المصانع كلها بتاثر، ولكن في شيء جديد صار عم نسمع عنه ما بنعرف اذا فعلا حقيقي او لا، التجارب العلميه مثل ما قالوا نظام هارب وغيره من القصص كثير اللي قالوا هي عم بتاثر، هي التجارب العلميه، هي الانظمه عم تاثر على تغيير البيئه، هل هذا الشيء صحيح؟ هي مقوله اصحاب نظريه المؤامره، حتى لو كان في حتى لو كان في تجارب لبرنامج هارب او غيره، فحيكون التاثير ضئيل جدا، ما راح يؤدي لتغير المناخ على مستوى كوكب كبير جدا مثل الكره الارضيه، مستحيل. ممكن العبث بمكان معين، بقعة معينة، لكن الطقس على مستوى الغلاف الجوي وطبقات الجو العليا كاملا لا لا، البشر غير قادرين عبر برنامج معين، أما نشاطاتهم مثل ما حكيت وأسلفت سابقا عبر 70 سنة أدت إلى تغير تدريجي طفيف ما كان محسوس كل سنة بسنتها، لكنه عم يؤدي لدرجتين زيادة، يعني مثلا اليوم درجة حرارة 33 مثلا، افرضينا نحن هلا بال 1960 ما كانت هيك درجة مثلا الحرارة. درجة الحرارة أنا بتذكر أيام الطفولة وحضرتكم أكيد، يعني مو طفولة، أيام كنا ابتدائي وإعدادي، كان الصيف لطيف بدمشق ما بيتجاوز 32-33 درجة، عم نحكي بال 2002-2003. الآن بال 2024 بعد 22 سنة مع معدل سنوي درجة ونص درجتين كل سنة عم تنضاف، صرنا نحس بمناخ وطقس درجة الحرارة فيه 42 و44. للأمانة أنا عشت عدة سنوات بالسودان، جمهورية السودان الشقيق، الصيف يعني بعد ما رجعت لسوريا بال 2018 الصيف في دمشق نفسه نفس الصيف، مع أنه هي قارة آسيا وهي قارة أفريقيا، نعم، يعني على قريب من خط الاستواء وبلد مداري، ونحن بلد متوسطي وقريبنا البحر المتوسط وبالجزء الشمالي من الكرة الأرضية، نحن كنا مصيف سابقا 30 سنة 20 سنة ورجوع للخلف. الصيف في دمشق يعادل الصيف في جمهورية السودان حسب ما أنا شفت، يعني عرفت كيف؟ وكذلك الأمر بالنسبة لمصر وليبيا والمغرب وهاي الأماكن، فهن أصلا جو حار، نحن اللي مفروض نكون بلد جو معتدل ومصيف وجنة الله على الأرض، أصبحنا نحس بهذا الفارق الناتج عن تأثيرات البشر على مدى 70 سنة بسبب التطور وبسبب التصنيع واستخراج البترول والعبث بدورة ثاني أكسيد الكربون. بتحبي نحكي عن الحلول؟ بتحبي نحكي طبعاً عن أكثر؟ ما بعرف، المقترحات والجهود اليوم يمكن العلماء بشكل عام هن بحالة يمكن قلق على إنقاذ كوكب الأرض مثل ما منقول، فخلينا نحكي عن الحلول والمقترحات وشو عم يتقدم اليوم من جهود وإنجازات على أرض الواقع. طيب، طالما هو مصدر قلق فنحن أمام حالة تخص البشرية عامة، تخص البشرية. بمؤتمر باريس بال 2014 تعهدت الدول أنه نحن سنخفض هذا الزيادة السنوية لدرجة الحرارة من درجتين إلى درجة ونص، هذا اللي بنقدر عليه، بس حكما كل سنة حتزداد بسبب هاي الأمور اللي حكينا عنها. هذا الموضوع غير قابل للعكس إلا بجهود جبارة ومن البشرية جمعاء. درجة ونص على مدى 30 سنة سيجعل القادمة طبعا سيجعل العيش على كوكب الأرض عبارة عن جحيم، وسيجعل كوكب الأرض غير قابل للسكن في القرن القادم، على العام 2100 سيكون غير قابل للسكن إذا استمرت. طبعا لسه في ناس هتفتح مصانع وهتفتح مشاريع، واللي تيسرت معه حيشتري سيارات أكثر وحيساعد بالانبعاثات أكثر. الدول خلينا نحكي هلا بالجانب الإيجابي، الدول مثل ما تعهدت بمؤتمر باريس بال 2014 وكان في مؤتمر من فترة قريبة، الدول تفخر ببرامجها لخفض الانبعاثات والمحافظة على الكوكب والبيئة. كيف؟ بعكس دورة الكربون، بدنا نحافظ على الغطاء النباتي والأشجار الموجودة، زراعة أمثالها، زراعة أضعاف الموجود حاليا ستعتبر كارئة للأرض، ستستقبل ثاني أكسيد الكربون وترجع لباطن الأرض وستطلق الأكسجين.
زيادة فعالية الصناعات من حيث هلا مثلا في بأوروبا برنامج يورو 5 اللي هو شروط على شركات وشركات السيارات والطائرات وغيره، انه المفروض يكون المحرك بشكله المثالي يستخدم طاقة بسيطة لتحويل الطاقة من حالة الوقود إلى الطاقة الحركية، لازم يحرق الكمية كاملا بنسبة بسيطة جدا من الانبعاثات. الصناعات عندهم والمصانع والسيارات مطبق هذا البرنامج عندهم اليوم أصلاً. إذا بنقول السيارات الكهربائية المنتشرة بشكل كتير كبير بالدول الأوروبية، نحن ما بعرف إمتى ممكن نحن نشوفها أو نحصل عليها. الله كريم، ما إن شاء الله أكيد. نأمن هي هذا الشيء. هذا المستقبل على العموم، هذا المستقبل يعني طاقة نظيفة، حكما الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة الشمسية والرياح والطاقات المتجددة بشكل عام، هذا هو المستقبل سيكون حكما. يعني ما حيكون شيء غريب استمرار حرب نحن بأمس الديزل والبنزين يعني لهذا الموضوع. يعني طبعا نحن عندنا مناخ بيساعد على هذا الشيء، بيحمص فيه عندنا عنفات قدرت انه هي عنفات الهواء قدرت توفر طاقه كهربائيه لبعض المدن الموجوده، بيحمص لو تطبق هالمشروع باكثر من منطقه. اول شيء بنخفف مشكله الطاقه الكهربائيه وغيرها من المشاكل اللي عم نعاني منها بسبب نقص الفيول والمواد الأولية. خلينا نحكي عن دور الإنسان. يعني اليوم نحن عم نحكي عن الدور العام الشامل اللي هو عم تقوم فيه دول، في بعض الدول عم تلتزم بهذا الشيء وبعض الدول ما عم تلتزم، منها أمريكا وغيرها وغيرها من الدول. خلينا نحكي عن الوعي المجتمعي اليوم، شو بقدر أنا أقدم لهي البيئة كإنسان فاعل لحتى أحافظ عليها. هلأ كل فرد قادر، أي تغيير بسيط سيكون أثره بسيط لكن له تبعات إيجابية كتير كبيرة. التخفيف من الانبعاثات، المحاولة الحصول على مكنات، آلات، سيارات مطبق فيها هاي المعايير بخفض الانبعاثات، مثل ما بنشوف بعض الوزراء والحكومات برا المواكب الآن، ما في مواكب ما في سيارات على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، شيء ممكن ما يكون قابل للتطبيق في بلدان نامية مثلنا، لكن نأمل حصول ذلك. هاي الدول المتقدمة الآن، يعني ممكن حدا يسمع هذا الكلام يفكرنا بإطار التنظير، أو يسمع الدول الثانية يفكرها بإطار التنظير. الدول المتقدمة أصبحت متقدمة بعدما كانت دول مصنعة واستباحت الغلاف الجوي وأدت لانبعاثات بشكل غير مسبوق وبشكل غير مقيد. الآن هذه الدول تطلب أن نحافظ على البيئة. بعض الدول بالنسبة لها نامية، هي دول كبرى، بترد على هذا الموضوع أنه أنتم تطالبون الآن بالمحافظة على البيئة والغلاف الجوي بعدما أنتم وصلتم إلى مرحلة الغنى والتقدم، المطالبة مني يطلب مني الآن أن أكون أبقى فقير لا أصنع. فالناس متفقة على وجود المشكلة وبدأت تحس بتأثيراتها بشكل سنوي وبشكل شهري عبر الطقس، لكن لا تزال الجهود بالأبحاث ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه تعتبر ضئيلة. فأهم شيء الوعي. لما نسمع عن بحث يخص المناخ والبيئة كلف مليارين بإحدى الدول، هذا شيء ما هو بسيط، هذا شيء ما هو بسيط، هذا شيء يعتبر يعني شيء ضروري ولازم يؤخذ بعين الاعتبار، ونتائج هذه الأبحاث لازم نطبقها. طبعا مثلا السيارات هي اللي عم نحكي عنها، اللي عم تطبق نظام خفض الانبعاثات لازم نحصل عليها. أنا ما المفروض أحصل على سيارة رخيصة، أنت راح تحط فرق السعر عبر الوقود لكن بشكل مقصر مع كل تعبئة بالإضافة للأعطال وغيره. فموضوع الطقس هو موضوع مهم جدا، والمناخ موضوع مصيري، سيكون مصيري مثل ما قلت من الآن لغاية 2050، يعني سيكون تدريج بسيط، يعني التدرج بسيط بدرجات الحرارة نتأقلم معه عبر التكييف وعبر المظلات وغيره، لكن من 2050 ل 2100 سيكون جحيم، ثم سيكون غير قابل للسكن. لذلك هي مهمة الجميع. أكيد مشكور أستاذ على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ويا رب يكون في فعلا هذا الوعي المجتمعي ويكون الناس، ممكن كل شخص ممكن يقول أنه أنا ما بأثر ممكن أو ما بترك تأثير، لا
كل شخص بيقدر يترك تأثير، العلماء بيتركوا التأثير الكبير، الأشخاص، الأفراد، المواطنين، كل شخص من مكانه. العفو لو بكلمة بسيطة، العقل الجمعي أنه كل شخص أنه أنا ما بأثر، يلا تمام. سيارتي مصنعي ما رح تأثر بهالزحمة، صار الكل عم يشارك. كذلك الأمر من منطلق إيجابي، أنه أنا إذا أخذت مبادرة إيجابية فردية على 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 مستوى المجتمع ومستوى البلدان والأقطار، أيضا سيكون لها أثر جمعي سينقذنا جميعا. تماما مشكور، كل الشكر لك. شكرا لك أستاذ طارق على كل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لك. شكرا لك.